عندنا بطاقة العبور لكوكب فينوس، فتحت عنا المهمة الأولى لكوكب فينوس. Eliminate all corpus threats. اوكي شباب، هيك بكون المقطع انتهى. اذا حبيتوا بدكم تشوفوا الجوله اللي بعدها وين تكون. هلا الوحش اللي قتلناه هو الكم سيطر على كوكب الارض. هلا نحن خلصنا من كوكب الارض وانتقلنا لكوكب فينوس. اذا حابين تشوفوا كمان اكتبوا لي بالتعليقات واعطوني رايكم بالفيديو. شكرا كثير للمتابعه، بشوفكم على خير. سلام.